بإذن الله عليها تحب. أهنئ كامل الجزائريات، نساء الجزائريات بمناسبة عيد الحب، عام سعيد. بغيت ننطلق على موضوع صغير، هو عيد الحب هذا تاع غدا. عيد الحب بمناسبة عيد الحب غدا ماشي ما يخصش الأمر فقط الرجل، أن الرجل يعرض المرأة إلى عشاء رومانسي أو يعطيها انفلور وردة، حتى المرأة تعرض الرجل تاعها، تعرضه أنديني غاسترونومي رومانسية وي رومانتيك. سي فري سي با فري، رجل مرأة تعرض الرجل على المرأة ولا المرأة تعرض الرجل، حاجة عادية هذه. لازم نتعلموا كيفاش نتعايشوا التعايش السلمي، نكونوا أحباب لبعضنا. عيد الحب أنا حاليا زعما ما عنديش حبيبة، زعما ما عنديش حبيبة. ليه بيقولوا الحب أسير، ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب.